السلام عليكم ورحمة الله. معكم الطالب أحمد ياسر سلامة، أول ثانوي علمي باب مدرسة الحصاد التربوي. سوف نقوم بتجربة توصيل حراري وسط الحث عن طريق دلك قضيب من البلاستيك بقطعة من الصوف كالتالي، مع قطع ورق صغيرة كالتالي، ندلكه قطعة من الصوف، نعم، نقربه من الورق كالتالي. انظر انظر، نعم، ندلك الطريقة مرة ثانية، نعيد كالتالي بسرعة فائقة، نعم، انظر.